السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أتهم القيادي في تحالف الفتح محمد البلداوي اليوم الجمعة دول الخليج بالعمل على تدمير العراق وحركة الأعمار فيه. وقال البلداوي في حديث أن دولا خليجية وغيرها تعمل على تدمير العراق وإيقاف أي حركة أعمار فيه، مبينا أن تلك الدول تسعى لإيقاف العمل في ميناء الفاو الكبير وتعطيل العمل به وعدم اكتماله، لأنه سيسهم في تطوير اقتصاد العراق والأضرار بمصالح تلك الدول. وأوضح أن دول الخليج تحاول إضعاف البيت الشيعي وشقه لغرض إضعاف العراق، وحتى لا يقف هذا المكون اتجاه مطامعهم، وبالتالي فهم يسعون لإضعاف المكون الذي يقف بمواجهة مطامعهم وآليات تدميرهم العراق. وأضاف البلداوي أن تلك الدول سعت سابقا لإيقاف الاتفاقية العراقية الصينية وكذلك الاتفاقية مع ألمانيا حول الكهرباء لغرض بقاء العراق دولة فقيرة يعيش فيها المواطنين الحرمان لغرض تمرير المصالح التي تسعى لتهديم العراق.